اهلا مرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانيه من صباح الشروق. وقبل الفاصل كنت بتحدث مع دكتوره اسراء عز الدين شبيكه اختصاصي علم النفس عن التسامح وفي محور اخر ضبط وتعديل السلوك الانساني. نرجع مره ثانيه دكتوره اسراء نتواصل معاك ونتحدث عن ضبط وتعديل السلوك الانساني. ممكن تذكرتي يعني انواع السلوك سلوك ذاتي وغيره، لكن خلينا اول حاجه نوضح يعني مفهوم السلوك، ماذا نعني بالسلوك بالنسبه للمشاهد، ونرجع نكمل محاورنا. كل الاشياء اللي بتصدر من الشخص نتيجه زي ما قلت لك لافكار معينه او مشاعر معينه او اثارات خارجيه بيعتبر سلوك انسان. اي حاجه بتصدر من الشخص، اي رياكشن، اي رد فعل بيصدر من الشخص بيعتبر سلوك. يعني نقدر نقول ان السلوك متاثر بالمشاعر مثلا، ولا مش بس بالمشاعر، بالمشاعر، بالافكار، بالاثارات الخارجيه. يعني ممكن زول يستفزك، هو في النهايه بيرجع فعلا للافكار وبيرجع فعلا للمشاعر، لانه في النهايه هي العمليه كلها عندها علاقه بطريقه تفكير الشخص، اي بطريقه احساس الشخص برضه، دي كلها بتاثر يعني. لكن في النهايه ممكن الاسباب تكون خارجيه، إثارات خارجية مثلا، أو زي ما قلنا تكون حاجات باطنية، أفكارك أو مشاعرك، ودي كلها بتنتج عنها سلوك. مجرد ما نتكلم عن فكرة تعديل السلوك بيخطر على بال المشاهد أو أي شخص السلوك السلبي، يعني زي نعدل من سلوك سلبي لسلوك إيجابي. وطبعا أشهر طريقتين هم طبعا أكيد بكل تأكيد حقيقي وصحيحة، وبيستخدمون خاصة مع الأطفال والمراهقين في الأعمار، تبدأ من الأعمار الصغيرة، اللي هي التعزيز والعقاب. مجرد أنك أنت بتعاقب أو بتعزز، فبالتالي بتعدل السلوك، ويمكن دي الطريقة المنتشرة، لكن غيرها في طرق أخرى، وإن شاء الله إحنا بنفرد حلقة عن تعديل سلوك الأطفال. لكن إذا رجعنا لتعديل السلوك عند الكبار، زي ما قلت بيخطر على البال تعديل السلوك من سلبي إيجابي. ما بس كده يا لينا، كمان في تعزيز السلوك. إذا أنا شايفة لينا أداء جميل وممتاز، فأنا ممكن أعزز سلوكها، أي يعني أوريها إنه الحاجة اللي بتحصل دي حلوة، فبالتالي أساعد في إنه لينا يكون استجابتها أعلى، وأرفع من معدل ثقتها في نفسها، وأرفع من معدل إحساسها ومشاعرها فينا، أخليها تدي أكثر. نعم، يعني السلوك ما بس ردة فعل سلبي، ما تغير من سلبي إلى إيجابي، أيضا في تعزيز السلوك، وبرضه في إعطاء سلوك مختلف. يعني أنا ممكن أملكك سلوك إيجابي مختلف بيساعدك في حياتك. فتعديل السلوك بينزل في ثلاثة أطر مهمة جدا، ما بس زي ما قلنا التعديل من السلبي للإيجابي. جميل. طيب نتكلم عن أهمية السلوك في حياة الفرد. طبعا لأنه هو العلاقة الأساسية بين الناس هو التعامل، يعني اللي بيربطنا كلنا مع بعض هو التعامل. فالسلوك مهم لأنه أنت اللي بتتعامل به مع الآخر، فأنا حسب تعاملي معك، العلاقة بيناتنا حميمة، العلاقة بيناتنا حلوة، بيساعدني في تعديل سلوكي. أنا ما بقدر أعدل لي سلوك زول أصلاً هو ما عنده إحساس تجاهي. فالسلوك مهم جداً في حياة الآخر، ومهم جداً في التعامل مع أي شخص، لأنه هو الأساس في علاقة الناس ببعض. يعني هو الرابط الأساسي للعلاقات الإنسانية. أيوة أيوة. يعني لو جيت داخلة وسلمت عليك بطريقة ما حلوة، بعدك بيبدأ حسبك انت وحسب شخصيتك بتنتبهي انه اسرادي في شيء ما طبيعي فيها، يعني على غير العاده الليله جات شكلها مختلف او ملامحها مختلفه او طريقه سلوكها مختلف، استجابتها مختلفه، تعاملها مختلف الى اخره. يعني بيبدا الاستنباط والتحليل والتفكير والى اخره على حاجه معينه. يعني فهو السلوك هو الاساس في التعامل، يعني عشان كده شيء مهم جدا. في حين انه في ناس مرات بتكون قاصده انه بسلوك معين تاثر عليك، سلوك معين تخليك انت تفكر كثير جدا انه انا الانسان ده انا سببت له شنو عشان يتعامل معي كده. الحقيقه بتاخذنا نقطه ثانيه مهمه، انه عمليه يعني ضبط السلوك، كيف بيتم ضبط السلوك عموما؟ من ناحيتين، الناحيه الاولى مني انا شخصيا انه اضبط سلوكي مع الاخرين، والناحيه الثانيه في انه انا اذا كان في سلوك مني بدل تجاهي متغير، ما زي ما كالعاده زي ما ذكرتي سلمت عليك بطريقه مختلفه، كيف انت تقدري تضبطي الحاجه دي جواكي عشان ما تديني ردة فعل برضو تكون مختلفة. وخلينا برضو الحاجة اللي نتكلم فيها بمفهوم أكبر وأعمق في الأحداث التي دارت، سواء كان في غرب دارفور الجنين، أو حتى يمكن زي ما شاهدتي وسمعت عن الأحداث اللي كانت في ليلة رأس السنة.
كان في عدم ضبط للسلوك عموما، يعني سلوك غير اخلاقي من شعب سوداني، من شباب سوداني صنع ثوره سودانيه مجيده يعني، فكان في بعض التصرفات الغير اخلاقيه والغير لائقه. نتكلم عن كيف يتم ضبط السلوك. خلينا نتكلم عن ضبط السلوك. هو ضبط القوى الانفعاليه داخل الشخص، وده السلوك المقصود به، في انه احنا كيف نضبط ذاتنا، كيف يكون في ضبط انفعالي عند الشخص. ودي بتجي بالتدريب، يعني اي زول عنده مشكله في انه هو بحس نفسه انه هو نقوله بالبسيط كده متهور او مندفع او استجاباته عاليه او عصبي او اي حاجه بتضايقه او اي حاجه بتزهجه او اي حاجه بتنرفزه، فيبدا اول خطوه انه يبدا يراجع نفسه. الوقفه مع النفس دي اول خطوات العلاج عند ضبط السلوك، فانك انت تبدا تنتبه وتبدا تنتبه لحظه رد فعلك. انا ما خلاص عارفه لينا لو رفعت صوتك عليها هعصب، افترضنا مثلا انا لازم ابقى منتبهه، انا هعصب ولا ما هعصب. بمساعده اخصائي نفسي بنقدر نتخطى ونتجاوز الموضوع ده عشان ما ندخل في برامج علاج وكده. النقطه الثانيه اللي هو ما يحصل، احنا بنتمنى السلام للبلد، ويمكن تكون الاحداث كثيره بورسودان ومناطق على قرب السودان والى اخره، في احداث كثيره في الفتره اللي فاتت وفي ناس توفوا ربنا يتقبلهم جميعا في الطائره التي تحطمت والى اخره. بنتمنى انه السودان يعني 2020 تكون فال حسن عليها، وانه في النهايه دي كل حاجات ان شاء الله هتنتهي. فنحن التعصب والمشاكل القبليه عندها علاقه بضبط السلوك. يعني من زمن الابيي، مناطق كانت قبل كده فيها نزاعات وحروب قبليه، كويس، بسبب تفاصيل معينه معروفه، اذا كان بسبب المرعى، اذا كان بسبب حاجات مختلفه كثيره، يعني بنلقى انه ضبط السلوك هو الاساس في الموضوع، يعني بالذات المشاكل اللي عندها علاقه بالتعصب والمشاكل القبليه. فانا جبال قلت لكي انا ما بقدر اعدل سلوك شخص ما لم يكون انا بالنسبه له قريب منه. فدائما المشاكل الحياه زي دي قاعده تحصل، الناس بتفتش الاجاويد او اقرب، خاصه المشاكل بتحصل المشاكل القبليه او اقرب الحاجات الحلول. احيانا الفكره العسكريه او احيانا المشاكل السياسيه بيلجؤوا لها لفكره ضبط السلوك. وفي مختصين كثيرين جدا في علم النفس مختصين بالجوانب دي، فتخصص اساسي فيهم، فهم دائما الناس قاعده تلجا لهم. بالنسبه للاحداث اللي حصلت في راس السنه، يمكن يا انت برضه قلتي هذه الجمله، شباب سوداني حقيقي. المشكله احنا زي ما قلت دائما الوسائط، ونزل يمكن في الفيس وفي التيك توك وفي الواتساب والى اخره، وانتشر كالعاده. سلوك فردي يا جماعه، سلوك فردي من اشخاص. انا لو حسبته يمكن ما يتجاوزوا 50 شخص، لكن للاسف يتعمم على بقيه الشباب. وفي الشباب اللي صد للسلوك ده، كويس. الحريه ابدا ما بتعني همجيه، انه تصرفات شاذه وتصرفات مريبه، كويس، وابدا دي ما الحريه ان الناس ماتت عشانها وتكلمت عشانها. وانا اصلا برفض اصلا انا اتكلم بالفهم ده، يعني ليه انا اتكلم اصلا او احاول ارد على حاجات بفهم؟ دي الحريه اللي انتم دايرينها. ان احنا قبل الحريه وقبل السياسات وقبل الحكومات وقبل الثوره وقبل الانقاذ وقبل كل شيء، احنا كسودانيين مسلمين عندنا عادات وتقاليد ما بتسمح لنا نتجاوزها. احنا قبل كده تكلمنا عن العادات السودانيه، وتكلمت انا قلت اغلب العادات السودانيه الموجوده هي مبعوثه من الدين الاسلامي، اساسا من الدين الاسلامي. عندنا احترام الكبير، وعندنا قدسيه المراه، وعندنا عدم التجاوز. اذا كان في بعض الاشخاص سواء كانت بعض البنات او الاولاد يتصرفوا اي تصرفات، لبست لبس معين، هو تصرف تصرف معين، هو كله ما مقبول عندنا. نعم. كويس؟ لكن في النهايه ماشي يعمم. وما بنقدر نقول حريات شخصيه، ليه؟ لانه نحن عندنا ضوابط اجتماعيه يا لينا. حرياتك الشخصيه تكون في نطاق مكانك، عاداتك وتقاليدك، كويس، في مناسباتك، في حاجاتك، لكن انت ما بتطلع للشارع العام، كويس، لانه انت بتستفز الشارع العام بس. بالشكل ده يعني يمكن غير 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 الحوادث دي برضه كان في يعني تراشق بالمياه على الطرقات العامه، كان في قفل للشوارع من الشباب. لكن انا برضه باكد على كلامك بانه نحن لما نتكلم عن الفضيله، عن الاخلاق الانسانيه والسودانيه تحديدا، ما بنحتاج لقوة عليا عشان تتدخل عشان ما تنظم اخلاقنا، المسؤولين عن تنظيم اخلاقنا دائما. فدي حاجه اللي هي يعني المفروض الناس توعى عليها. نحن نتكلم عن ثوره وعي، ثوره شباب يعني. عندنا السودانيين في بلاد متحرره يمكن يعملوا الدايرينه، لكن من القوم ملتزمين بحاجات ضابطين نفسهم في المساله. هو في ضبط نفسي حاصر وفي ضبط لسلوكهم. المساله مساله بتاعت مبدا، المساله مساله بتاعت تربيه، المساله مساله بتاعت سلوك.
انا لياتو مدى بقدر اسمح لنفسي، وانا ذاتي فهمي شنو ذاتي لفكره الحريه دي. الحريه دي شنو هي اصلا؟ يعني الحريه هي لبس مثلا، ولا الحريه هي افكار، ولا الحريه هي سياسات؟ هي الحريه شنو اصلا النادوا بها يعني طيله السنه الماضيه؟ يعني نحن محتاجين نقيف مع نفسنا حتى في شكل نظرتنا وتعميمنا لسلوك الاخر. بس انا ما بدي نفسي الحق في انه بسلوك معين اعممه على الشباب ابدا. كويس، في نفس راس السنه دي في ناس شغالين كانوا تبع منظمات، وفي ناس كانوا شغالين بيساعدوا في ناس، وفي ناس كانوا بيقفوا في عرباتهم بينقلوا الناس، دي كلها سلوكيات. صحيح. في نفس الوقت اللي كان بتحصل فيه حاجات تانية كثيرة، وفي اللي بيقدر يقدم أي شيء كويس عمله، يعني اللي بيقدر حتى يصدر المشكلات الحاصلة دي ويبعد الناس من بعض وما يكون في أي تراشق بالكلمات أو بالأيادي أو إلى آخره. فالسودان أكبر من الكلام اللي بيقولوه ده، والشاب السوداني أكبر، حتى السودانية الأصيلة الكنداكة أكبر من الكلام والفرق اللي قاعد تحصل دي كلها، وده من الأساس. دي ظواهر لكل قاعده شواذ جانبيه، نعم، ظواهر شاذه جدا وحصلت بالمناسبه وقاعد تحصل، وقبل هسي وقبل مساله الحريه وقبل المساله دي كسلوك قاعد يحصل كثير من المناسبات، كثير في الاماكن العامه احنا بنشوف لبس فاضح وبنشوف لبس خليع وبنشوف وبنشوف وبنشوف، وفي النهايه قاعدين نقول ده حريه شخصيه للبيت السين من الناس اللي هي اذا عملت بالطريقه، لكن ما في الطرقات العامه وما في ليله راس السنه. طيب حتى بنشوف يعني بنشوف يعني مثلا حتى في راس السنه كنا في بعض المناطق بنشوف يعني في بتشوفي المناسبات الخاصه بتشوفي في المطاعم بتشوفي، لكن في النهايه هي سلوك شخصي. انت انا شخصيا بقول ده سلوك شخصي، لكن ما حاجه كانت قلنا جابوها مثلا الناس الحريه، ولا قلنا جابوها ناس الثوره، لا موجوده من زمان. بحس يعني المساله قاعد يعني يختلط الحبل بالنابل الناس كثير، الناس بيعمموا الناس واعيه، ما محتاج انه يعني ما تخيل ليله يعني يتم نسب احنا عندنا سلوك معين لجهه معينه معناها الناس هتصدق. الشيء المهم السلوك السوداني اصبح تجاه العالم بصوره معينه، فلما تجي فلتات زي كده او تفاصيل زي كده او حاجات مستفزه زي الحاجه دي بتغير صوره الاخر تجاهها. ما هي نفس الوسائط دي خلت يعني يتعرف السلوك الانساني والانسان السوداني. نفس الوسائط دي، فهي نفسها الهسه قاعده تنقل الحاجات. انت عارفه بتغير المفهوم لما احنا نديها اهتمام كبير جدا زي ما حصل، يعني نديها اهتمام كبير ونحاول نحن يعني نوصي لها ويحصل ترند لها وكده وتصل للعالم بالصوره السلبيه اللي احنا معينها. نبطل نشير، نبطل نشير، نبطل نتكلم عنها، نتجاهلها تماما، نتجاهلها، لان دي حاجه بسيطه زي ما قلت شاذه ما بتناسبنا، اعتبرها حاجه هتعدي وخلاص. طيب من هذه الاحداث ومن الحديث اللي دار بيني وبينك والكلام الجميل اللي انت ذكرتيه، هل انا بقدر من خلال سلوك ايجابي انه انا احرج انسان سلوكه سلبي؟ يعني مثلا ردت فعل معينه منه بسلوك سلبي، انا اتعامل لا بسلوك مختلف، سلوك مغاير، سلوك محترم، وسلوك جميل بيليق بي كانسانه، بيليق بي كسودانيه، بيليق بي كنداكه وغيره، فاقدر احرجه بسلوكه ويتغير سلوكه تماما، يعني بقدر انا اغير فيه بسرعه. هو ده الضبط الانفعالي اللي انا يعني يمكن مريت عليه وكده اثناء كلامي. ده الضبط الانفعالي هو كيف انه يكون عندك ضبط، مستوى من الضبط الانفعالي، تقدر يكون الرياكشن بتاعك منطقي او فيه نوع من البرود او فيه نوع من التكنيك عشان انت يعني ما تنجرف ورا. مثلا اذا افترضنا انه نقاش، مهم جدا انه يكون عندك ضبط انفعالي عشان ما تنجرف وتاخذ ياخذ منحى ثاني. مثلا شخص يعني شخصيته كده متعود يسبب بعض القلق او بعض الاستفزاز للاخرين بطريقه كلامه باسلوبه بافكاره الى اخره، برضك محتاجين ضبط انفعالي عشان التعامل مع الاخر. عموما طريقه التعامل مع الشخص الامامك هي بتتطلب كثير من المهارات عشان يكون عندك ضبط لسلوكك انت، لانه يا لينا طبعا الكلام ده ما مطلق، لانه مرات الزول بيكون زهقان وقرفان ومضايق ما بيقدر يسيطر على نفسه، لكن احنا نتكلم في العموم. في العموم يعني انه مفترض الشخص يكون عنده قوه ضبط انفعالي داخلي كبيره جدا عشان انت ما يحصل لك استثاره لسلوك الاخر اللي بيكون قدامك. نعم، احنا ذاتنا مرات قاعدين يعني نضع الاعذار
يعني نضع الاعذار للناس اللي احنا قريبين مننا، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي معاشريننا وعايشين معاهم سنين وسنين، يعني ما يحصل منهم سلوك مفاجئ كده، فبنضع عليهم العذر انه الانسان يبدو انه بيمر بظروف معينه او ما تكون حصل له حاجه، فما طوالي انا بلومه وبحاسب. احنا انا بصدي على الاستاذ معتصم وبقول له ليله فقدناك، صباح الخير عليك وربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. هسي لو في يقول لك ضيق الحياه والمعيشه والناس وظروفهم هي اللي بتخلي الزول يعني يلقى نفسه انه ما طايق ويصدر عنه سلوكيات كثيره، وانا بلسانه بقوله وفعلا هي دي جزء ممكن تكون من المعاناه اللي بيعيشوها الناس، نضع على بتاثر على يعني. سلوكهم بتاثر على سلوكهم على طريقتهم وتعاملهم مع الناس يعني. نعم بتاثر على السلوك، لكن سلوك بيكون مؤقت يعني ما دايم، الانسان طوال لما يكون في حاله سلوك. سامحك يا حبيبي. آه ففي تسامح. ايوه عارف مره واثنين وثلاثه، لكن ما طوال يطمع في النهايه. ايوه طيب انا كيف ممكن اقدر اغير السلوك؟ يعني كيف يمكن تغيير السلوك؟ ده ذكرت نقطة انه بالتدريب تغيير السلوك. انا بتكلم يعني الشخص اللي بيصل مرحلة انه يلقى نفسه هو دائما يعني رد فعله ممكن تكون مبالغ فيها، مؤثر على شغله، مؤثر على دراسته، مؤثر على علاقته بالاخر، ده معلش يجي بجاي لاخصائي نفسي كويس يساعده في خطوات معينه. لكن بصوره عامه الحاجات المنطقيه البسيطه اللي احنا بنقدر نقولها اي شخص ممكن يقدر يعملها براه هي ضبط النفس، محاسبه النفس. في اول موقف يحصل لك بتقعد كده مع نفسك وبتقول انا عملت كده ليه؟ او انا استفدت شنو؟ او الهدف من كده شنو؟ بعدين لو ما انت يا لينا عندك احساس بانه انت تألمتي عشان انت ضايقتي زول، انت ما بتقدري يحصل لك مراجعه لنفسك او ضبط لنفسك. شوفي الموضوع ده عادي، او شوفي الشخص اللي قدامك ده بيستاهل كويس. فدي جزء مهم جدا. حاجه ثانيه بالتدريب، كل ما يحصل موقف خلاص حصل وانتهى ما قدرت عملت حاجه، بجي بعمل يعني ممكن يكون عندي احنا بنقول عليه جدول، بعمل جدول ببدا احسب كم موقف خلال الشهر سلبي كم موقف ايجابي كويس. كل ما حل القى نفسي انه انا بدات الايجابي اكثر بلقى نفسي انا ماشي في الخطوات الصحيحه، ببدا محاسبه دقيقه جدا لسلوكي وتصرفاتي وطريقه تفكيري. الحاجه المهمه تغيير الافكار، الاهم تغيير الافكار، انه دائما انا اخذ حسن النيه في الحاجات، افكر يعني انا في النهايه بعد الموقف ده كله المفترض يحصل شنو؟ يعني انا حاصل لي شنو مثلا؟ النتيجه شنو؟ حستفيد شنو؟ ابدا افكر بطريقه مختلفه. النقطة المهمة جدا برضو هو انه انت لما تتخطي في مواقف مرات الزول زاد ويمشي بحل الاستثارات. يعني اكون عارفه لينا دي مثلا زوله شويه اجريسيف وزوله تعامله شويه بايخ وكده، انا اقوم اجيها لحد عندها ابعد تماما من الحاجات اللي ممكن تصير. عندي مثلا مشكله في البيت احاول اتعامل بطريقه تستفز الاخر فيقوم. المشاكل الاسريه وبالذات المشاكل مع الزوجات والازواج برضو ممكن تكون سبب في انه الناس تبدا سلوكها يتغير ويطلع الشغل او تطلع الشغل متضايقه وزهقانه وتتعكس في تعاملها مع الناس، والواحد ما يلقى نفسه ما يلاقي نفسه يعني. فبرضه الناس كل ما تقعد وتتصافى وتتسامح وتتناقش وتحلحل مشاكل اول باول وما يكون في تراكمات، برضه دي جزء مهم جدا في انك انت تقدر تساعد في تعديل سلوكك، لانه انت بالتالي بركت من دائره الضيق والضغوط النفسيه. فبالتالي بيحصل لك شنو؟ تعديل بسيط بسيط لسلوكك نتيجه لانك انت قعدت وحليت مشكلتك. فمواجهه المشكلات، تغيير الافكار، ضبط النفس، انك تقعد مع ذاتك، انك تبتعد من الحاجات المثيره، دي كلها خطوات ممكن تساعدنا في انه نحن كثره التفكير السلبي. التفكير الكثير مشكله. يعني في ناس بتفكر بطريقه مبالغ فيها، وكل ما يفكر الشخص كل ما يفكر كثير في الحاجه بطريقه سلبيه يعني. كل ما يمشي لدائره اضيق وبالتالي بياثر على نفسياته بسبب له ضغط نفسي وبالتالي بتظهر في شكل سلوك. سلوك جميل. انا هسألك سؤال غريب شويه، هل السلوك معدي؟ السلوك ما معدي، لكن ابدا ما معدي السلوك، لكن السلوك ممكن ياثر فيك. يعني جاور السعيد تسعد. بس يعني انت في النهايه لو انت قعدتي مع ناس حلوه وفرفوشه وناس سلوكها حلو، ايوه انت حتى لو متضايق بتبقى كويس صحيح. لو قعدت لك مع زول نكدي وكلامه مسيخ وتفاصيله غير، انت حتتاثري وحتتضايقي. انا بالمناسبه من الناس اللي بتاثر بسلوك الناس اللي حوله. فبس يعني دي الفكره الاساسيه. لكن لو في تنشن في جو عام وكده بتحس نفسك انك انت برضه متضايق ما بتقدر تعمل حاجه حقيقي. لما تقعد مع ناس روح حلوه، ناس جميله، منظور مختلف وايجابي للحياه، انت بس برضه احنا نكون عندنا دور. يعني انت لو قعدت حتى مع انت ممكن انت تغير منه تحاول. ايوه تحاول تغير الوضع، لكن في ناس طبعا شويه بكون
كل الابواب مسكر يعني. نعم. حاجه اخيره دكتوره يسرى، يعني نحن في 2020، وقبل انت ذكرت نقطه انه الانسان في مسالتك عن كيف يعني يتم تغيير السلوك، في مره في نقطه معينه الاولى ذكرتين ده طوال يمشي لاخر ساعي مع ابتسامه كده خفيفه، فالسؤال انه هل ما زال مفهوم عدم تقبل الطبيب النفسي موجود نحن في 2020؟ يعني ولما يقول لك طبيب نفسي ما معناه انه انا مريض نفسيا او انه انا مجنون او انه انا يعني بعاني من حاجه، لا، بينما الطبيب النفسي ده بيساعدني في حياتي بصوره ما عاديه يعني. في كان وعي يعني قبل ما تكملي، كان في وعي شبابي كبير جدا لعدد من الشابات من ضمنهم تسنيم البرهومي، انا هنا بحييها كوتش تسنيم، لانه هم يدوا المجال للسيدات يحكوا عن تجاربهم النفسيه. نساء مؤثرات مروا بظروف نفسيه معينه قاسيه لكن قدروا يتخطوها، فكانت تجربتهم تجربه ملهمه في واحده من الورش المختلفه يعني في القاعات لجميع النساء. فدي باعتبار انها معالجه مباشره في مكان معين، لكن مفهوم انك تبشر الطبيب لحالك وتقعد وانه تحكي له وكده، هل ما زلنا نحن لسه معقدين في الحته دي ولا لا المفهوم تغير حقيقي تمام؟ لسه حقيقي وجاب واضحه كده في ابتسامة لسه لدرجه كبيره جدا يعني. احنا ممكن هسي انا اتكلم لك عن تجربه شخصيه، انا اي شخص بيعرفني انت دكتوره اخصائي نفسي، انا والله يسرى عندي مشكله طوالي، اي زول انا ممكن الاقي عندي مشكله، لكن هسي انا لو قاعده في عيادتي هو ما بيجيني هو ما بيجيني كويس. فاحنا بقي يعني لسه يعني يمكن احنا فرضنا مره واحده حلقه، وان شاء الله حيكون عندنا حلقه عن التأكيد يعني اهميه الاخصائي النفسي في حياتنا والى اخره. لسه نحن بعيدين لانه رابطينه بالجنون، لانه حتى الثقافه الاجتماعيه عندنا لسه مختلفه. انا قاعده الوم دائما دور الاعلام بعيده جدا عن طريقه التوعيه والثقافه. الجسم بيمرض والنفس بتمرض. يمكن مرض النفس كعب شديد كويس، ومرض النفس بياثر على الجسم لانه ممكن يمرض الجسم. واغلبيه الامراض الجسميه عندنا حاجه اسمها الامراض النفس الجسميه، وقبليه تكلمنا عنها من الضغط والسكري والقولون العصبي وامراض المعده والى اخره، دي كلها امراض نفس جسميه. النفس الجسميه هي امراض جسميه بتظهر، امراض بتظهر في شكل عضوي لكن هي في النهايه نفسيه المنشا. فدي كلها اشياء عندها علاقه بوجود الاخصائي النفسي او الدكتور النفسي في حياتك، ومهم جدا يا لينا. وكميه الضغوط اللي بيتعرضوا لها البشر كافي جدا بانه كل شخص يكون عنده كل 6 شهور اخصائي يمشي له او 3 شهور يحكي له عن تفاصيل حاجاته. وفي حاجه يا جماعه اسمها اسرار المهنه، وفي حاجه اسمها قصب، وفي حاجه يعني في حاجات كثيره جدا. بالاضافه للمخدرات، مستحيل الطبيب ياخذ معلوماتك دي يمشي ينشرها في مشاكل المخدرات، المشاكل الزوجيه، المشاكل الاجتماعيه بصوره عامه، العادات السيئه، الضغوط النفسيه، دي كلها محتاجه لاخصائي نفسي لينا. كثير يعني من المواضيع المحتاجه لكل زول فينا يكون عنده يعني قدره على الحاجه دي. وانا بحيي اسامه السيد احمد، يمكن قبل يومين عمل تقرير عن اهميه الاخصائي النفسي، والتقرير ده يعني شايفه فيه شير له كثير وتفاصيل الناس بدات تتكلم عنه. اول امس كان نزل في قناه الجزيره عن اهميه الاخصائي النفسي وجوده في حياتنا، مهم في حياتنا. نتمنى انه الناس تكون واعيه تمام بانه زيارتك للطبيب النفسي ما معناه انه انت حنفرد حلقه ان شاء الله. أيوة. هي لينا ونتكلم، يا ريت يا ريت نتكلم. طيب انا شعبت الموضوع باعتبار انه دي اول حلقه في 2020. سؤال ثاني مهم جدا جدا، بما انه نتكلم عن السلوك، سلوك معين يعني مرات تلقي الزول ينفعل بصوره كبيره جدا، ده سلوك يعني بقوم بقول خلاص جيبوا له كوبايه ليمون بارده اشربها فبتغير المودك. نتكلم عن بعض الأطعمة باعتبار انها هي نصائح للمشاهد، هل في أطعمة معينة ممكن تغير من مودية وتغير من سلوكية وتغير من فكرية يعني مثلا؟ شوفي، هي المشاكل الهرمونية كلها بالذات عند الإناث بتساعد في الاستثارات العصبية وبتساعد في المشاكل الضغط النفسي، وبالتالي بتأثر في بعض الأيام الصحية في الشهر بالنسبة للمرأة بترفع من نسبة الاستثارة عنده وبالنسبة للإحساس عنده، وبالتالي بتكون هي برضو أكثر عرضة. في برضو بالنسبة للمرأة بصورة خاصة بتمر بفترات كثيرة يعني، وصعب جدا 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 منها الحمل، منها الرضاعة قبل الحمل أيوة، في منها الحمل نفسه ومشقته، منها الرضاعة، منها الولادة، منها كثرة الالتزامات كأم مفترض ترتب بيتها، تربي عيالها، تقريهم، تعمل الأكل إلى آخره، التزامات كثيرة جدا، فبالتالي هي عليها ضغط كثير، فبالتالي هي أكثر الناس استثارات وبتلقى إنه سلوكها، وممكن يكون سلوكها ببساطة ما مقبول لدى الزوج لما تعصب أو تضايق أو أو أو. فبالتالي إحنا بنحتاج نحتوي السلوك عند الإناث تحديدا، خاصة الأمهات والمتزوجات، نحتويه بمعنى إنه نتقبله ونوري إنه نحن مقدرين
مقدرين الحاجه دي، مش نبدا ننتقد يعني انت ليه بتقولي كده وانت ليه اسلوبك كده وانت ليه طريقتك كده. يعني لو انا خديت الرجل نفسه في الحته اللي هي مخطوطه فيها هو ممكن يكون رد فعله اكثر. لكن في بعض السلوكيات المهمه اثناء الغضب او الضيق او الزعل اللي هي معروف عنها حتى في السنه النبويه، انه اذا واقف تقعد تشرب كوبايه مويه، لانه بيقول لك الماء تطفي الغضب، اي بتطفي، والغضب من الشيطان، فبالتالي الماء ممكن تطفي الغضب. التربيت، بعض اللمسات، يعني انت لو زعلانه انا مسكت يدك ممكن تهدي كويس، لو خدتك في حضني ممكن تهدي كويس، حدك وتاني امسكه ومعلش يا لينا وحقق علينا بعض الكلمات. بعدين الاحساس بيصل يا لينا، الاحساس بيصل كويس. مفترض انه الشخص اللي بيتعامل معاك يكون قريب منك قبل، انا يعني قلت لك ما في شخص بيقدر يعدل سلوكك ما لم يكون شخص قريب منك. دي قاعده ثابته. الاحساس بيصل، والاحساس هو في النهايه بيطفي جزء من احساسك ومشاعرك. تفهم الموضوع نفسه اللي انت زعلان منه، خصائص الشخص نفسه، اذا كان هو مراهق، اذا كان هو طفل، اذا كانت هي مرأة، اذا كان هو رجل، عنده خصائص. يعني ما انفع مثلا يعني شخص مثلا مراهق او ولد مراهق او بنت مراهقة اجي انا اقول لها كلام معين، ما حتتقبله، ما حتستوعبه. مفهوم فهم خصائص الشخص نفسه هي بتساعد في تعديل سلوك الشخص او استيعاب سلوك الشخص او احتواء سلوك الشخص. ففي حاجات كثيرة انت بتتعاملي مع الاشخاص اللي قدامك مفترض تكوني ملمة بها. لكن انا لسه مصره اعرف انه هل في حاجات معينه ممكن نتناولها وتتناولها السيده، لانه بقول لك يعني بدل في الفتره اللي احنا بنتحدث عنها اللي بتمر بها او الهرمونات، المراه بتكون مرتفعه وتعاني من مشكلات نفسيه كبيره جدا، بتحتاج لاحتواء، شوكولاته، ما بعرف في شنو في حاجات. اشياء ما هي عندها علاقه بشنو، هي بترفع مثلا الاندرين اللي هو مثلا اللي هو الهرمون المسؤول من السعاده مثلا مثلا انا اكلت قطعه شوكولاته بترفع لي الهرمون بتاع السعاده. نعم. مثلا اكلت حاجه معينه بترفع لي هرمون السعاده، بالاضافه لحاجه اللي بحبها، يعني مثلا احب الكيكات وبحب الجلاكسي جدا، فانا لو زعلانه جبت لي كيكات وجلاكسي ببقى مبسوطه يعني عرفتي؟ الحياه بتحبيها، دي جزء برضه من الحياه اللي ممكن تاكليها وانت بتحبيها. جيت اصالحك جبت لك مثلا حاجه معينه انت بتحبيها خاصه، في ناس ما بيحبوا الاكل، انا من الناس اللي ما قاعده تحب الاكل يا لينا كيس، لكن حاجات مربوطه مباشره ان انا لو اكلت كده حيتعدل سلوكي، لا، السلوك مربوط بالافكار. لكن في حاجات انت لو اكلتيها ممكن تبعث السعاده وترفع هرمون السعاده في، لكن هي ذات عشان ترفع الهرمون محتاجه انك تكوني بي ريلاكس يعني. نعم. محتاجه انك تكوني انت اصلا عصبيه ومتوتره دكتوره سلام، انا اتبسطت جدا اليوم برفقتك في موضوع ضبط النساء السلوك الانساني. بيزعلوا بسرعه، ما من العليا ومن اليوم العذر، استعراضهم عاليه استعراضهم عاليه. نصائح اخيره في مفهوم ضبط السلوك سريعا للمشاعر. مهم جدا زي ما قلت نعرف خصائص الشخص اللي قدامك للتعامل معه، مهم جدا نبعد من الاستثارات والحاجات اللي بتضايقنا وبتزهدنا وبتخلي مساله السلوك حقنا تبقى في الجانب السلبي، مهم جدا نقيف مع نفسنا كثير كثير جدا. احيانا يا لينا بتكرر نفس السلوك 1000 مره مع العلم انك انت عارف السلوك ده ممكن يسبب لك مشاكل كيس او مشاكل خاصه مع الازواج، ولكن بيكرر نفس السلوك وده يدل على حاجه معينه انه الشخص اصلا ما وقف مع نفسه في انه يعدل سلوكه او يغير سلوكه. نبعد من الإثارات، حنفضل نقول الدين التعامل، وحنفضل نقول إنه إذا عايز تمتلك قلب أي بني آدم فأنت يبدو إنك تعامله كويس. ونقول كم يوم كاتبة إنه للقلب 1000 باب، والألف باب فيها المودة وفيها الرحمة وفيها الحب وفيها التقدير وفيها الاحترام، ودي كلها سلوكيات أي شخص بيتمنى إنه يتعامل حلو، فبالتالي أنت عامل حلو عشان تتعامل حلو يعني. أنا شاكرة لك كثير جدا دكتورة إسراء عز الدين شبيكة، اختصاص علم النفس، على هذه المساحة المهمة حول مفهوم ضبط السلوك. شكرا جميلا لك. شكرا يا لينا، ويسعد صباحك ويسعد صباح كل اللي بيشاهدونا، ونتمنى نكون ادينا جرعة بسيطة كده في تعديل السلوك. لا دي جرعة كبيرة جدا، ونتمنى انه المشاهد يكون استفاد منها، خاصة انه السلوك البدر من شباب سوداني، من افراد الشعب السوداني، ايام الاحتصام وايام الثورة السودانية كان سلوك حميد، كان سلوك جميل، نتمنى انه هذا السلوك كان مدرسة فعلا، ونتمنى انه هذا السلوك انه يستمر، يعني 2020 تدخل علينا بسلوك ايجابي جميل جدا لتغيير السودان وتغيير مفهوم السودان عموما، عشان السودان يكون دائما في المقدمة. نتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، وننتقل لأهم الموضوعات الرياضية في الساحة الرياضية والمستديرة الخضراء، نشاهد أجمل الأهداف. رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وكما ذكرت أهم الأخبار في الساحة الرياضية لكل عشاق الرياضة في كل مكان. داخل الاستوديو معنا الأستاذ عمر الطيب، محلل رياضي وكاتب صحفي. أهلا بك عمر، صباح الخير عليك.
صباح الخير، تحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. صباح الخير عليك. نعم، وكل سنة وانت طيب بمناسبة العام الجديد يعني. وانت طيبة وربنا يحقق الأماني، وإن شاء الله السودان دائما في أمان وكل الأمنيات محققة. وعلى المستوى الرياضي نتمنى أن نشاهد بطولات وإنجازات وكاسات سواء كان لأنديتنا أو للمنتخبات الوطنية. نعم، نتمنى فعلا المستوى الرياضي يكون مختلف هذا العام يعني في السودان. من أهم الأخبار يمكن اليوم الأوضاع في المريخ بشكل عام، نتكلم عن تسجيلات الأجانب عن التسجيلات المحلية. تفضل. طيب، يمكن صحيح فترة تسجيلات انطلقت، يمكن المريخ قدر انه يعيد قيد كابتنه اللي هو امير كمال بعد شد وجذب. يمكن امير من اللاعبين المؤثرين جدا في تشكيلة المريخ، هو من الحرس القديم في الفريق، لاعب صاحب خبرة كبيرة. انا افتكر انه التجديد له هي خطوة في اطار حفظ العظم الفريق بالنسبة للمريخ. كذلك ايضا شاهدنا يمكن المريخ عاد غيد لعب الوسط التكت، هو برضو من اللاعبين المميزين، يمكن قدم موسم مميز جدا مع المريخ، فبالتالي هو كان يستحق التجديد. يمكن ايضا المريخ استغنى عن خدمات اللاعب التاج ابراهيم اللي هو الظهير الايمن بحكم انه مستواه متراجع في الفترة الاخيرة. ايضا يمكن محمد عبد الرحمن حوله يمكن علامات استفهام بين المريخ بين الهلال بين الاحتراف. يمكن إضافة لثنائي من فريق القوس اللي هو طبنجة، ده كان برضو الهلال داخل معه في مفاوضات اعتبار انه الهلال هو اللي قدمه وهو اللي اكتشفه، ولكن في الأخير نجح المريخ في انه يسجل اللاعب، بالإضافة إلى صابر أيضا من فريق القوس. يمكن يكون المريخ تسجيلاته على المستوى المحلي ما كانت كثيرة أو ما في عناصر كثيرة بحكم انه يعني يمكن المريخ يكون فيه وفرة في الخيارات سواء كان في وسط الملعب سواء كان في الهجوم سواء كان في الدفاع، فبالتالي ما شفنا يعني تسجيلات كثيرة بالنسبة للمريخ في الجانب المحلي. يمكن على المستوى الأجانب يمكن في مهاجم نيجيري الآن يتحدثون عن أنه هو حيصل بحكم إجراء كشف طبي تمهيدا للانتقال للمريخ. انا افتكر انه خط الهجوم بالنسبه للمريخ فعلا يحتاج لاعب بوجود سيفتيري والعناصر الموجوده، فبالتالي محترف ولكن يكون محترف يصنع الفارق، يعني محترف حقيقي يقدر يشكل اضافه حقيقيه للمريخ اللي ممكن نشاهد الموسم الجديد حيستعيد بشكل مميز او بشكل جيد عشان يقدر ينافس افريقيا ويصل لمراحل متقدمة. نعم، يعني نقدر نقول انه إدارة نادي المريخ راضية تماما عن التسجيلات الجديدة وبرضه ردود الشارع العام من جمهور محبي فريق المريخ. والله نوعا ما، يمكن الناس دائما بتتحدث عن الأزمة المالية والإدارية اللي بيعانيها المريخ في الفترة الأخيرة، فبالتالي ما افتكر انه يعني الناس بتعمل حسب اللي عندها، بالتالي يعني دائما الزول بيقولوا يمد رجله قدر لحاف، فبالتالي يعني فقط هو في المواهب في اللاعبين، بس بتحتاج عين فحصة بتحتاج نظرة فنية بتحتاج رصد قبل فترة مبكرة. أنا أفتكر الإضافات اللي حصلت حاليا على مستوى المحليين بالإضافة إلى تجديد بعض اللاعبين، أنا أفتكر إنه ده تأكيد على إنه المريخ محافظ على شكله العام أو على عظم الفريق اللي بدأ به الموسم السابق. ايضا الهلال، يعني الاوضاع في الهلال عموما، التسجيلات الاجانب التسجيلات المحليه، وبعدها نتكلم عن استعداد الهلال للمباراه. نتكلم اول عن التسجيلات. طيب، يمكن يكون تسجيلات الهلال حول علامات استفهام كبيره بين مؤيد ومعارض، يمكن هي فتره قليله ويعني الهلال اكثر الانديه المفروض يستفيد من فتره التسجيلات بحكم انه هو بشارك افريقيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بيحتاج لعناصر، وكلنا الناس بتؤمن إنه الهلال فيه نواقص قبل التسجيلات وعند مشاركته في البطولة الأفريقية. دائما الناس بتتكلم عن مشاكل في الدفاع، عن مشاكل في الهجوم، عن مشاكل في الوسط. أنا أفتكر دي كانت فرصة لإنه الهلال يدعم صفوفه بأفضل شكل، ولكن يمكن بنشاهد عشوائية أو تخبط في ملف التسجيلات خاصة على مستوى المحترفين الأجانب. الآن الهلال محليا يمكن يكون المجلس بعد شد وجذب بقدر يعيد غيد ثلاثة من اللاعبين هم مطلقية الصراحة خمسة، قدر يعيد عبد اللطيف بوي غايد الفريق
بالإضافة إلى عمارة دمازين، بالإضافة إلى بيشة تم التجديد لهم، تبقى سمو المرغني بالإضافة لولاء الدين موسى. يمكن ولاء الدين بحكم مشاركاته الهلال يعني ما باقي عليه كثير وما عايز يعيد غيده، سمو يعني الحاجة اللي كانت مدهشة هو المفارقة لجمهور الهلال أو النقاد أو الفنيين يعني في سمو المرغني. حتى الآن الهلال في حالة شد وجذبي مع سمو، لم يتم الوصول لاتفاق نهائي اعتبار أنه اللاعب وقع في الكشوفات، رغم أنه بنرجع وبنقول سمو هو أكثر لاعبي الهلال مشاركة في الموسم السابق. يعني الناس مستغربة في أنه الهلال جدد لعمار الدمازين وبشا اللي هم أغلى مشاركة، وتجاهل سمو حتى الان في مساله بتاعت شد وجذب حتى الساعات الحاليه. الاسباب شنو يعني اللي ادت لك؟ الاسباب ماليه بحته، اللاعب عنده مستحقات بطرف النادي قديمه، بالاضافه الى التجديد الحالي بيفتكر انه هو عايز القروش كاش، الاداره بتماطل بين شيكات بين مدخرات بين صرف حوافز. لكن انا افتكر انه مجلس الهلال يتعامل مع ملف سمو بشكل من العشوائيه. يعني انا افتكر دائما التجديد في كل الانديه بيتم وفقا للمشاركات، يعني انت عشان تجدد للاعب بتشوف مشاركاته وارقامه واحصائيات لاهميته ذاتها. ايوه قياسا على ذلك انت بتجدد عقد اللاعب، لكن ما ممكن تجيب لاعب من الكنبه هو يكون لعب ثلاث مباريات او اربعه في موسم كامل وانت تجدد له وتديه مبلغ كبير زي ما حصل مع عمار الدمازين او بش الصغير. يعني هم ده ما نقص من امكانياتهم، صحيح عمار يمكن لعب في اخر مباريات للهلال وقدم مستوى مميز، ايضا بش برضو عنده بصمه، لكن سمول من اللاعبين المنتظمين في تشكيله الهلال، يعني صعب انه يغيب. دائما لو في غياب لسمول بيكون يا بسبب الايقاف يا الاصابه، ما عنده غياب خلاف ذلك. الاهم من ذلك يمكن هو لاعب جوكر، يعني دائما بنشاهد متى ما يحتاج له الهلال في الطرف اليمين شارك، في الطرف اليسار في غلب الدفاع. يمكن الهلال قبل عودة عمار الدمازين يعاني بشكل كبير جدا على مستوى الدفاع، وسمول يعني شارك في الدفاع وقدم مستوى مميز يمكن يكون افضل من خانته اللي بيشارك فيها في الجانب الايمن. انا افتكر انه ملف سمول يجب انه المجلس يسرع فيه بحكم انه مباراة النجم الساحلي على الأبواب. أنا أفتكر أنه يعني المجلس مفروض يحسم الملف بتاع مطلقية الصراح بحكم أنه الكل بيستهدف التركيز في المرحلة الجاية، خاصة أنه المباراة السبت على الأبواب، بالتالي يعني ما ممكن يكون اللاعبين الأساسيين هم في حالة غياب. يعني شاهدنا قبل التجديد لبوي وعمار يمكن تغيبوا عن أكثر من ثلاث تدريبات، ده كله خصما على التحضير لمباراة النجم. نعم. كذلك ممكن الآن تأجيل ملف السمو والعفو المقاطعة ولا الدين تحديدا برضو، يعني من الناس اللي ولا تم التوقيع معه؟ يمكن سمو يقال فيه اتفاق لكن لسه ما وقع، أما ولا الدين وفقا لمتابعتي أو لأنه غالبا ما الهلال يصرف النظر عن التجديد له بحكم انه مشاركاته متقطعة بحكم انه الفريق ما محتاج له. لكن ملف سمو مهم جدا، يعني زي ما ذكرنا المرحلة مرحلة اجواء، مرحلة انه الناس تركز، فبالتالي التسجيلات من شانها يعني جوطتها تؤثر على اللاعبين زي ما شاهدنا اللي بيحصل حاليا مع سمو او مع الثلاثة جددوا عبد اللطيف بوي وعمار وبشا. يمكن الهلال كان محتاج للتركيز بشكل أكبر عشان يقدر يخش مباراة النجم ويقدر يحقق انتصار. على مستوى المحترفين الأجانب أيضا لا جديد، يمكن ذات السيناريوهات القديمة، لاعب مالي وصل الخرطوم تم إجراء الكشف الطبي طلع مصاب، الآن هو حيغادر. يمكن ملف المحترفين صفر على الشمال حتى الآن، يعني ما في زول بيعلم عنه شيء، رغم أنه رئيس النادي أو الإدارة تحدث عن أنه الملف مكتمل وعن أنه في لاعبين حيصلوا خلال ساعات بإمكانهم يضيفوا للهلال، لكن حتى الآن يمكن التسجيلات تمضي والوقت يمضي وما في جديد. المحترف المالي أنا أفتكر أنه يعني ده ما السيناريو أول مرة، يمكن الهلال دائما في الحالة دي، يعني أول أندية السودانية عموما لاعبين ياتوا للخرطوم تذاكر صرف، رغم ذلك يكون مصاب او معرض لاي مرض وبالتالي ما قاعدين نستفيد منه، ده دليل على انه عشوائيتنا وتناولنا مع التسجيلات خاطئ. يعني ما في لجنه فنيه، ما في لجنه تسجيلات، ما في رصد، ما في متابعه. انا افتكر يعني بنتعامل معها بشكل
يعني ما أظن بيحصل في كل العالم. ملفات التسجيلات عندها يعني زي الخريف، نحن زي الخريف والحكومة سابقا، يعني الحكومة سابقا كل مرة بتتفاجأ بأنه الخريف جاء، رغم أنه الخريف عنده وقته معين ومعروف. نحن برضو نفس الفهم يعني في التسجيلات، الرئيس النادي تحديدا بيتفاجأ أنه التسجيلات الشهر الفلاني، رغم أنه هي معروفة ويعني أي زول عارف أنه التسجيلات ومفروض يستعد لها ويكون فيها لجنة فنية وفيها رصد وهكذا، لكن نعم. عشوائيتنا في ملف التسجيلات ما زالت مستمرة سواء كان على هلال أو مريخ، ده اللي بيأثر سلبا عليهم في المباراة. طيب الهلال كيف استعدادات الهلال لمباراة نجم الساحل في البطولة الإفريقية؟ يعني أنا أفتكر قبل ما نتحدث عن استعدادات الهلال نتحدث عن النجم الساحلي. بالأمس خاض مباراة يمكن كلاسيكو في تونس أمام الفريق التونسي، انتهى بالتعادل. يمكن النجم يعاني بشكل كبير جدا من حيث المستوى، يمكن دي المباراة الثالثة فشل في انه ينتصر، بالتالي انا افتكر انه ما دارين نقول النجم صيد سهل للهلال، لكن انا افتكر هو يعاني والهلال عنده فرص كبيرة في انه ينتصر على النجم الساحلي في تونس. بالعودة لاستعدادات الهلال، يمكن بالامس الهلال اجرى مباراة ودية امام القوة الجوية انتهت 4-0، يمكن اطهر واصل التهديف والعلاقة القوية مع الشباك، سجل هدفين وليد الشعلة، شاهدنا هدف للاعب سوداني يمكن مقيم في السعودية نجم اختبارات. يمكن الاستعدادات تمضي بشكل مميز، الفريق سينتظم في معسكر مغلق خلال ساعات بحكم انه المباراة مهمة، مباراة مصيرية. انا افتكر فوز الهلال في مباراة السبت لحد كبير يمنح الفريق الضوء الأخضر للعبور للمرحلة المقبلة. يمكن مباراة النجم الساحلي مباراة مصيرية، مباراة جمهور، مباراة لاعبين، مباراة تحتاج تعامل خاص سواء كان من الجهاز الفني سواء كان من اللاعبين. يعني الهلال بإمكانه ينتصر، دائما بنشاهد أنه الهلال في ملعبه صعب. أنا أفتكر الهلال مفروض يستفيد من عامل الجمهور اللي ممكن يكون في مصلحته بشكل كبير، ويستفيد من التراجع الحاصل في فريق النجم الساحلي اللي شاهدناه في مبارياته في الدوري التونسي. نعم، نتمنى له التوفيق يعني في هذه المباراة. عربيا النصر السعودي بطلا للسوبر السعودي. يمكن صحيح هي مباراة كانت مثيرة، انتهت تعادلية، بعد ذاك الفريقين لجوا لضربات الجزاء. يمكن النصر تفوق على التعاون 5-4. انا افتكر نهائي كان مميز، النهائي مليء بالفنيات، مليء حتى شكل التنظيم كان ممتاز، بالإضافة إلى المستوى الراقي جدا للفريقين. أنا أفتكر نهائي مميز، لعبة الحظ لعبت دور كبير جدا في أنه النصر يتوج باللقب. نعم، أخبار الدوري الإسباني؟ يمكن الدوري الإسباني أبرز الأشياء في الدوري الإسباني، بالأمس ريال مدريد بعد سلسلة تعادلات وتعسر في المستويات في المباريات الأخيرة، أكثر من 3 مباريات، نجح بالأمس أنه ينتصر على ختافي 3-0، ويدين الريال في الفوز بالأمس إلى رافائيل اللي سجل هدفين بالإضافة إلى مودريتش. أنا أفتكر أنه الريال الآن في الصدارة بفارق هدف عن برشلونة اللي امبارح أيضا خرج بتعادل أمام إسبانيول. يمكن برشلونة إسبانيول كانت مباراة برضو مهمة ومصيرية، قدر انه برشلونة يتعادل فيها. الان برشلونة مع الريال في الصدارة، ولكن الريال بفارق الاهداف هو المتصدر. بالعودة انه نتحدث عن الريال، انا افتكر انه يعني الريال في اخر 3 مباريات ظهر هجوميا ضعيف، يعني يمكن في 3 مباريات ما كان فيه قوة تهديفية لمهاجمي الريال. يمكن حتى في مباراة الأمس الأهداف كانت من مدافع، والهدف الأول شاهدنا عكسي، والهدف الثالث من لاعب وسط. يمكن الريال هجوميا يعاني، فبالتالي ده أثر سلبا على مستوياته في آخر 3 مباريات لعبها في الدوري. جميل. طيب عمر، احنا انتهينا من 2019، دخلنا عليه، انا طبعا هي 2020 انتهينا من 2019 العام، والحمد لله عدى على خير، والان احنا في 2020. خلينا نرجع ثاني للناديين الهلال والمريخ. الناديين في 2019 مروا ببعض الازمات على كافه المستويات، المستوى الفني، الاداري، المالي، لاعبين وغيره. طيب هل تعتقد انه هذه الازمه اللي مر بها الناديين الهلال والمريخ
يعني قد تكون سبب في انه يكون في تحول ايجابي، يعني تكون هي بمثابه عظه وعبره بعض الاخطاء تم تفاديها لاستقبال 2020 بمنظور مختلف للناديين الهلال والمريخ. طيب صحيح، يمكن 2019 اداريا يمكن والاخطاء موجوده وبيكسرها، سواء كان في الهلال او في المريخ، سواء كان في كيفيه التعامل مع اللاعبين، سواء كان مع المدربين، سواء كان في التعاقدات. انا افتكر يعني الانديه القمه تحديدا المفروض في كل موسم تعمل جرد حساب تستفيد من الاخطاء اللي وقعت فيها، ولكن ده في اغلب الاوقات ما قاعد يحصل، لانه بنشاهد يمكن اداريا نحن نحترف في مشكله كبيره جدا في 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 الهلال وفي المريخ، يعني ابرزها يمكن تكون فيما يتعلق بالتسجيلات واختيار اللاعبين والمدربين، يعني المدرب اللي بيجي ما بيصبروا عليه، يمكن المدرب حجمه مع الهلال او المريخ مدته ما بتتجاوز 3 شهور او 4 شهور، فبالتالي دائما نحن بنبحث عن انه اي مدرب يجينا لازم يغير، لازم يجيب كاس، لازم يجيب بطوله في فتره بتكون وجيزه، يعني ناس بتكون في 2 أو 3 شهور عايزه المدرب يجيب بطوله وعايزه يجيب كاس، وده صعب جدا، يعني عالميا ما في انجاز او بطوله قاعد تتحقق الا باستقرار فني، يعني متى ما توفر الاستقرار الفني بامكان الفريق يقدر يقدم نتائج ويقدر يصل ويحقق بطوله. انا اتمنى زي ما انت ذكرتي السيناريوهات اللي كانت حاصله في 2019 كلها تتعالج، نشاهد تعامل جديد على مستوى التعاقدات خاصه التسجيلات، ما دارينا الانديه الهلال والمريخ تحديدا كل فتره التسجيلات تتفاجئ بانه التسجيلات جات، يعني زي خبر البيكا بكره التسجيلات الناس تكون لها لجنه 3 أو 4 أنفار، فالاختيار عشوائي، يعني انت ممكن تكون موجود في الكونغو يجيك الاختيار زي اللوتر يعني، فما دارين النظرة دي تكون موجودة، عايزين نشوف لجنة فنية يكون في متابعة، رصد للاعبين قبل فترة كافية، تسجيلات مميزة، بحكم انه العملاقين بيشاركوا في بطولة افريقية دائما الجمهور في حالة ترغب وانتظار لمستويات مميزة للهلال او المريخ، ده حال لسان الجمهور، بيتمنى انه يشوف بطولة في 2020. نتمنى انه الجوانب الادارية الحاصلة في الهلال والمريخ تتعدل، نشاهد ادارة مميزة، نشاهد صبر على اللاعبين، نشاهد صبر على الاجهزة الفنية، اختيار دقيق للاعبين سواء كانوا وطنيين او محليين، حتى سياسة يعني توزيع الفرص في الاندية، يعني انا افتكر انه في لاعبين بيخرجوا بدون ما يشكلوا اضافه او بدون ما يقدموا رغم انه يكون ما اخذوا فرص، بالتالي سياسه المداوره مهمه جدا، نحن بامكاننا نعمل فريقين، فريق يشارك محلي، فريق يشارك افريقيا، يعني الخيارات موجوده، الكشف مليء بالمواهب سواء كان هلال سواء كان مريخ، في لاعبين مظلومين ما قاعدين يشاركوا ما عندهم ظهور، فبالتالي بنجيب لاعبين بنخزنهم في الكنبه وبيكونوا موجودين بعد فتره مدتهم بتنتهي او صلاحيتهم بتنتهي، وبنشاهد انه ما بيقدموا في مستوياته، في لاعبين قد يثبتوا حقيتهم مع انديه اخرى، وده يمكن شاهدناه في مجموعه من اللاعبين. يمكن في حاجه اداريه انا برضو كنت دار اشير لها بالذات في شخصيا في نادي الهلال، يمكن ما زالت التعامل مع مطلقية الصراحة واللعيب المعارين، يعني أنا أفتكر أنه في عشوائية كبيرة جدا الآن، يمكن صاحب الثعلب غادر للسعودية في إعارة، ده يمكن هو غادر مطلق الصراحة أو فسخ عقده مع الهلال، ولو في دار أصلا ما بتخليه يفسخ العقد بإمكانه أنه يجددوا للاعب بعد ذلك يتم إعارته، وده شفناه يمكن برضه حصل مع شرف الدين شيبوب اللي خسروا الهلال، الان هو اللاعب الاول في سيمبا التنزاني، بامكان الهلال كان يجدد له ثم يعيره زي ما شفنا انه عشان ما يجدد لاعب بالتاكيد اوتوماتيك يعني. لما يجي راجع بيكون هو لاعبك مش يجي حر طليق، يعني انا افتكر دي نظره يمكن الهلال يحتاج يراجعها بشكل يعني سريع، يعني دائما يمكن عنده مجموعه من اللاعبين هم مطلقيه الصراحه، في مجموعه من اللاعبين بيفكروا في الاحتراف، في مجموعه من اللاعبين بيرغبوا في الاعاره، فبالتالي يعني عشان تحفظ حقوقك انت ممكن تجدد للاعب وبالتالي تقوم
تعيره، حتى اذا انت جددت له مثلا لسنوات كثيره ممكن تعيره كل سنه، انت تعير حد ما يكون هو ملك المنادي، تحس بانه هو ممكن يشكل اضافه للفريق او ممكن يضيف لك حاجه بعدك، ممكن انت تثبته في الكشف. نعم، يمكن تكلمنا عن 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 ناديين عملاقيين يعني بيشاركوا في انديات افريقيه وغيرها، لكن سريعا السودان فيه عدد من الانديه، ما هو المطلوب من هذه الانديه للتقدم اكثر بصوره سريعه كده؟ يمكن زي ما ذكرت في عدد من الأندية، يمكن أول حاجة الأندية دي بتفتقد للدعم، لازم يكون في دعم، لازم يكون في وقفة من كل حكومات الولايات مع كافة الأندية. يمكن الآن بنشاهد 4 أندية فقط أو 5 أندية المقدمة هي اللي لها ظهور ولها إمكانيات، يمكن أغلب الأندية بتاع الدوري الممتاز تعاني، سواء كان من حيث الدعم سواء كان حتى في اوقات الاتحاد كان متكفل بترحيل وكذا، لكن رغم ذلك هي برضه بتعاني في قصه الترحيل وبتعاني في قصه التمارين وبتعاني في قصه صرف المرتبات. انا افتكر الكوره اصبحت صناعه بتحتاج دعم، بتحتاج وقفه عشان نقدر نقدم انديه مختلفه ونقدم دوري يعني يكون جاذب، يقدر يلفت انتباه الناس، يقدر يعني اعين وكلاء اللاعبين تراقبوا بشده. بالتالي لابد من الدعم، لابد من انه يكون في اهتمام كبير بالانديه. نعم، انا شكرا لك كثير جدا الاستاذ عمر الطيب محلل رياضي وكاتب صحفي على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، التحيه لكم والتحيه لكل مشاهدي قناه الشرق. نعم، شكرا ايضا للمشاهد الكريم في كل مكان. انتهت اليوم حلقه صباح الشروق، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم ونكون قدرنا قدمنا ما يفيد للمشاهد. حتى جديد الملتقى، تحيه ايضا الفريق العامل وكل من يعملون خلف الكواليس، ونلتقيكم اكيد في حلقات اخرى. تحياتي واقعد عافيه في امان الله، مع السلامه.